منذ إطلالتها الأولى تألقت نجمتنا اليوم بجمالها، موهبتها وقوة شخصيتها وحضورها. هي امرأة محاربة واثقة، تعرف تماماً كيف تأسر قلوب محبينها. نادين نسيب نجيم، نجمة لمعت وأصبحت رقم صعب وصل صداه للعالمية. طموحة وجريئة ومحبة لنفسها وللآخرين. هذه المرأة الناجحة والمحبة ما سلمت من الكارهين والحاقدين، لكنها أحبت نفسها أكثر وآمنت بأن صاحب الحق ولو انظلم راح يرجع ياخذ حقه. ومع كل نجاح تقول لهم أنا هنا رغما عنكم. ليش شيخ؟ طب أنت وخيالك والخيالات اللي وراك، قلنا لكم الليل الافتتاح وبكرة ببلش الدوام الرسمي، تفضلوا عبيوتكم وبكرة بتشرفونا، أهلا وسهلا. نادين الممثلة اللي شكلت حالة استثنائية في عالم الفن والجمال، برزت بأدوار مختلفة وأثبتت في كل مرة أن النجاح أساسه الاجتهاد والعمل الصادق والشغف. حرصت في كل دور أنها تقدم المرأة القوية اللي مهما تألمت ما تسمح لأي شيء بأنه يكسرها. المرأة هي نصف المجتمع، لا بل هي أساس المجتمع. المرأة اليوم ليست فقط الزوجة والأم، إنما هي أيضاً العاملة، المثقفة، الناشطة، الطموحة. فيك تحاسبيني على غلطة أنا عملتها، بس ما تحاسبيني على شيء أنا ما خصني فيه. بعيداً عن مواقع التصوير، نادين هي أم محبة وحنونة وصديقة لأبنائها هيفن وجيوفاني، فهم سر قوتها وإصرارها على النجاح، واللحظات اللي تقضيها معاهم تمنحها الطاقة والقوة لتواجه الحياة بكل ما فيها. حبها لنفسها وإيمانها بحقها في الحياة والسعادة ساعدوها تتخطى أزمة طلاقها ومن بعدها انفجار مرفأ بيروت، ولذلك منحت نادين نفسها فرصة ثانية في الحياة والحب لأنها تستحق. عم يجعوني ركبي لأنه رحت ركض ورجعت ركض، ماني قادرة بقى أمشي. فيك تحملني على التخت؟ ما بقى معي إلا ساعة واحدة تنام فيها قبل ما أوعى إبليز. وعلى طاولة النواعم الليلة نادين نسيب نجيم رسالتها لكل امرأة: كوني قوية لنفسك، فأنت تستحقي كل الحب، كوني أنت بطلة نفسك وما تستسلمي، لأن صوت الحق أعلى من ضجيج الكارهين. طبعاً التقرير عملته دانا بلان، إن شاء الله عجبك كتير كتير، مرسي كتير كتير. حلو، أنا عجبني كتير الختام التقرير، قالوا أنه كلمة الحق أعلى من صوت الكارهين والحاقدين. طبعاً إيش رأيك في هذا الشيء؟ لا أكيد هيدا أنا مآمنة فيها، مش من هلأ يعني، مش أنه من لما بلشت اوعى الدنيا كانت تقول لي ماما انه اللي عنده صاحب الحق سلطان، واللي له حق الله ما بيتركه، لو اذا مش هلا بعد شوي، بس واحد بده يكون صبور. فما في شيء ولا مره شفت انه الكذبه انتصرت على الحقيقه ابدا، حتى بالجرائم واحد ممكن ينفذ سنه سنتين ثلاثه بعدين بلاقوه. صح، فمستحيل حدا ينفذ بجريمته وبكذبه. انا ما عندي ايمان فيها وعندي ايمان بالله فيها، هيدي كثير. طبعا منك. طبعا ما ننسى نادين انه حياه الانسان بشكل عام هي عباره عن مراحل، طبعا تمر فيها اوقات كثيره، من الممكن انها تكون اوقات مفصليه والقرار فيها يحتاج الى عزم والى جراه. من هنا نبدا معك اول محور نقاشنا اليوم في كلام نواعم، وهو ملخص مشاهدينا يكمن في سؤال جوهري: هل يظلم مجتمعنا المرأة أكثر من الرجل بعد الطلاق؟ والسؤال هنا: الطلاق قرار غالبا ما يكون نتيجة كثير من التراكمات والضغوطات، كم أخذتي من الوقت ومن تحمل هذه التراكمات إلين ما إنه قررتي تطلب الطلاق؟ شوفي، لا بلش لك بالعموم انه الطلاق هو ما معناتها انه في حدا عاطل وحدا منيح او اثنيناتهم عاطلين. هو الطلاق بصير لما مع الاسف شخصين من بعد ما عايشوا مع بعض تحت سقف واحد لمده جدا طويله، اكيد عطوها فرصه اللي لازم تنعطى، ما كان عندهم مقدره نفسيه، يعني ما في اي شيء بيجمعهم لا بالفكر ولا بالروح ولا بالقصص اللي بحبوها بالحياة ولا بالذوق ولا
ولا حتى بطريقه التفكير ولا بالنظره اللي عندهم اياها للامور اليوميه حتى والتفاصيل الصغيره. انا كثير بشدد على التفاصيل الصغيره، واحد لما بغض النظر عنها هالتفاصيل بتكبر مع الوقت وبتصير محوريه. ففي قصص واحد بغض النظر عنها اذا كان اكيد النص الكبايه يعني مش النص الاكثر مليان ما حتطلعي بالطرف الصغير. صح طبعاً. بس لما بتكون انت اليوم على المحك وبتمرق بتمرق بتمرق السنين بتلاحظي انت انه سلبيات اكثر من الايجابيات، سلبيات عم تكبر وما عم تتحسن وما عم تحسي انه في اثنين عم بيحطوا بهالعلاقه مثل كانه بنك وبدك تحطي فيه تستثمري فيه، توصل لمرحله بتسكر الباب خلص تنفصلوا عن بعض. هلا شو بيصير بهيدي المرحله؟ هون بترجع للتربيه والاخلاق. انه مثلا بعطيكي مثال، انحكى كثير انا ولا مره حكيت عن اسباب طلاقي لانه انا بالنسبه لي هذا شيء جدا خاص ما رح يجيب جدوى، لانه اذا قلت لكم ما حتنصحوني واذا نصحتوني ما هرد عليكم. ليه؟ لانه انا عايشه معه وعارفه شو بدي. فلما انت اليوم اثنين عايشين سوا في مش بس البيوت اسرار، في قصص كثير يعني بتصير ما بداعي ما مش مزبوطه تطلعي تحكي فيها اصلا. صحيح. وما حتجيب جد، وخلص انت اخذتي قرارك، هيدي حياتك انا بحترمها وما الي فيها. بس لما بتلاقي انه في مطارح عم ينحكى قصص غريبه عجيبه، هون بتعود للشخص قد ايه هو متقبل لفكره الطلاق. الاشخاص اللي متقبلين لفكره الطلاق وعندهم نضوج وعندهم تربيه وعندهم اخلاق بيظهروا من العلاقه بشكل راقي. صح. واللي ما عندهم اياها بيدمروا كل شيء وراهم، حتى لو كان بينهم بده يدمروا يعني. المرأة والولاد والكذا، وبصيروا بده يحكوا هون ويزتوا هون، وهيدا بدك تكوني ردي. هذا يدل على نرجع على موضوع قصة المجتمع، انه الأكثرية ما بدنا نجزم بس الأكثرية بحطوا الحق على المرأة. ليه؟ لأنه هيك، لأنه مرأة. معنا. أنا بشوف كمان بيحصل بعد الطلاق في ناس بتبان على حياتهم، يعني في ناس مقربين جدا واللي معاك ليل نهار بيبانوا وبيظهروا مرحلة الطلاق. أنت حصل لك كده الرجل أو هيدي المرأة، لأن أنا اليوم رح أعتبر أن أنا عم بحكي جنرال يعني. هون بتعرفي إذا أنت هيدا الشخص اللي معك بيستاهل فرصة ولا لا بمرحلة الطلاق، لأنه بيبين المعدن كامل. صح. وهون بقى يا بتقولي انا عملت احلى قرار بحياتي وما حاتراجع عنه لو شو ما صار، لو بدها تكلفني الدنيا انه يتمرمط فين الارض، هيدا يلي صار معي انا ولليوم بعده عم بيصير معي. بس انا خلص انا قلتها مره وبرجع اقولها، غصبا عن راسهم بدي اعيش مبسوطه انا واولادي. ما في مجال، انا معي ما حدا بيمزح. صح. يعني كل شيء عندي له حدود الا شغلتين، اوعى حدا يقرب على اولادي وامومتي. ما بقعد بقشع قدامي ابدا. صح. قد ما بدكم تحكوا عن الجمال، شكله، تمثيل، شغل، اخر همي. ما فارقه معي. الكل يوم بيقولوا عني شو بدك يقولوا عني، بيقولوا عني بشعه، بيقولوا عني ترانس جندر، بيقولوا عني ما مخليين كلام بذيء مش قايلينه، اخر همي. بس اتقال على اولادك كلام ما عجبكيش قبل كده؟ اوعى حدا يجرب يقول عن امومتي او عن اولادي كلمه. خط احمر. وده حصل؟ يا لطيف شو بصير.